طب خلينا برضو خلينا برضو نستمع من يعني الأستاذة إيمان شاكر، مديرة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بكل الساده المشاهدين. يعني احنا داخلين كده على موجات بكرة، موجة تقيلة شوية، يعني لو تقولي لنا ملامحها ونصايحك للناس فيها ايه يا فندم؟ هو طبعا احنا فعلا بنتعرض لموجه شديده الحراره بدايه من امس. ذروه هذه الموجه هتكون غدا السبت. المتوقع تصل درجه الحراره العظمى على القاهره غدا الى 43 درجه، اما طبعا على جنوب البلاد فهتصل الى 45 درجه مئويه. ده طبعا بسبب منخفض الهند الموسمي اللي بدا يلتحم ويندمج مع منخفض السودان الموسمي، وبيأثر على جمهوريه مصر العربيه برياح جنوبيه غربيه بتعمل على ارتفاع درجات الحراره بشكل ملحوظ. لكن بطمن كل الساده المشاهدين ان ذروه هذه الموجه غدا السبت وتنكسر يوم الاحد ان شاء الله بانخفاض ملحوظ بحوالي 8 درجات مئويه. لو بنقول القاهره هتسجل 43 درجه السبت، فيوم الاحد هتسجل 35 درجه مئويه، فانخفاض حوالي من 7 ل 8 درجات، وده هيرجع للمعدلات الطبيعيه الى طبعا مثل هذا الوقت من العام على معظم محافظات الجمهوريه باستثناء طبعا جنوب الصعيد اللي مستمر فيه درجات الحراره وتاثير الموجه الحاره، وتبدا تنخفض تدريجيا على جنوب الصعيد اعتبارا من يوم الاثنين. مش بس كده، وايضا حابين ننوه ان غدا وارد يكون فيه نشاط رياح، وخصوصا مساء اليوم هتكون مثيره للاتربه على بعض المناطق وخاصه غرب البلاد ومنطقه الصحراء الغربيه، وتمتد لبعض المناطق من محافظات الوجه البحري وبعض المناطق من القاهره الكبرى وخاصه الطرق الصحراويه والطرق السريعه، لكنها اتربه خفيفه ما فيش منها قلق. الخوف كله من ارتفاع درجات الحراره، مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من ارتفاع الحراره. فترة الظهيرة نبتعد تماما عن التعرض لأشعة الشمس، وخاصة من الساعة 12 الظهر حتى الرابعة أو الخامسة عصرا. دي الفترة اللي بتسجل فيها درجة الحرارة العظمى أعلى قيم لها، وبتكون الشمس عمودية بشكل كبير. لو مضطرين للخروج في الوقت ده لازم يكون معانا كاب أو شمسية، لازم تكون الملابس فاتحة وقطنية، ولازم يكون معانا طبعا مية طول الوقت، ونكتر من شرب المية والسوائل خلال اليوم تجنبا طبعا للإصابة بالإجهاد الحراري أو بضربات الشمس. طيب بشكر حضرتك جدا يعني على هذا الايجاز السريع والتكثيف السريع في المعلومات، استاذه ايمان شاكر رئيس وحده الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد. يعني في حاجه هي حلوه كمان، يعني انه احنا ان شاء الله بكره ذروه درجه الحراره بعد بكره تنخفض ب يعني 8 درجات، بس انتوا عارفين احنا ندخل حزام الصيف فهنتمرجح، يعني كل شويه تلاقي موجه حراره عاليه.